مرحبا، راح نحضر صلصة الجواكامولا المكسيكية. بدنا المكونات التالية لتحضير هاي الصلصة: ثمرة أفوكادو مستوية متوسطة الحجم، نصف ثمرة بندورة مقشرة، فليفلة حرة حمراء الكمية اللي انتو بتحبوها، الكمية اللي انتو بتفضلوها، ثوم حبتين مدقوقين، نص عصير ليمونة، معلقة صغيرة من بودرة البصل، ملح وفلفل. راح نضيف هاي المكونات كلها بالفود بروسيسر أو بمحضرة الطعام. البهارات وأخيرا عصير الليمون. هلأ رح نخلطهم كلهم على الخلاط مع بعض. هيك صارت صلصة الجواكامولي عنا جاهزة. صحتين وعافية. ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير.